بمناسبة اليوم العالمي للمرأة باسمي وباسم جميع لاعبات الجيش الملكي، كنتمنى لجميع نساء العالم وجميع أطر ولاعبات الجيش الملكي عيد مرأة سعيد باش ما تمنيتو وتكونوا دائما متألقات. كنتمنى الأمهات ديالنا وجميع العسكريات عيد مرأة سعيد. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ما هو إلا تكريس للخطاب الملك محمد السادس نصره الله، دمتن متألقات. بمناسبة عيد المرأة كان عندنا فريق الجيش الملكي الرياضات النسوية، وكنتمنى المزيد من التألق للرياضيات العسكريات في فريق الجيش الملكي. اسمي واسم اللاعبات الكرة الطائرة نتمنى المزيد من التألق لجميع العسكريات. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حلو اليوم العالمي للمرأة، كنوجه تحياتي للاعبات الجيش الملكي، صحاباتي اللي معنا هنا في لاصال، والسيدات الجمهور العسكري وجميع سيدات العالم، المزيد ان شاء الله من الانجازات والصحة والعافية ان شاء الله. بمناسبة 8 مارس عيد المرأة كنقدم التحية لكاع سيدات الجيش الملكي بخصوص كرة الطائرة، وكنتمناو نكونوا ديما في التألق بحال السنة اللي فاتت، فوز بالبطولة وكأس العرش إن شاء الله. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كنتمنى سيدات الجيش الملكي لكرة الطائرة المزيد من التألق والنجاح، وكذلك النساء العسكريات.